نهر شاري ضمن الإجراءات الوقائية والقرارات الصحية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار وباء كوفيد 19 في وسط المجتمع. فهؤلاء الأشخاص يأتون كل يوم إلى نهر شاري لأغراض مختلفة كغسيل الملابس ونقل الرمال والأتربة، والبعض للاستحمام والاستجمام طيلة اليوم، لأن الكثير من المواطنين توقفت مصالحهم التجارية والاقتصادية ولا توجد أماكن لقضاء ساعات النهار الطويلة، فيفضلون النهر بدلا من البقاء في المنازل لقطع الطريق أمام فيروس كورونا. تحدث البعض منهم دون الكشف عن هويته معللين بأن مجانية الكهرباء التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، فإن الشركة الوطنية للكهرباء لم تلتزم وتوفي بتعهداتها بتوفير الكهرباء للمواطنين، وأن الطقس يمتاز بالحرارة الشديدة والناس صائمون، لذلك يقصدون النهر للتخفيف من الحرارة في نهار رمضان. ومع ذلك فإن هذه المبررات إن كانت واقعية ومنطقية إلا أن الأمر أخطر من الحرارة، لأن التجمعات تكون مصدرا مباشرا لانتقال العدوى وانتشار كوفيد 19 بين الناس. فعلى المواطنين الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية لسلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم تشاد، كما يمكن أن تقع المسؤولية الكبرى على السلطات الأمنية القيام بواجباتها الوطنية لحماية الشواطئ النهرية من التجمعات التي تشكل خطرا حقيقيا وتهديدا واقعيا للصحة العامة في هذه الظروف الراهنة. فعلى العموم نناشد جميع المواطنين أصحاب الضمير الإنساني الانتباه للخطر الداهم الذي يهدد سلامة المجتمع بالتوقف عن التجمعات بكل أشكالها والخضوع للقرارات الحكومية والإجراءات الوقائية وتطبيقها لأجل أن يسلم الجميع من كوفيد 19 والخروج بأقل التكاليف من هذه الكارثة الإنسانية وهي فيروس كورونا.